أهلا بكم في اقتصاد السوق وإليكم أخبارنا اليوم. بعد أكثر من 6 سنوات على إقرار آخر موازنة في بلد العجائب، ها هو مشروع موازنة يلوح في الأفق وكل ما فيه يطاول الفقير ويزيد من أعبائه. وإذا أقرت هذه الموازنة العتيدة فإن معدل الضريبة على القيمة المضافة سيصبح 15% على استيراد وتسليم الأجهزة الخلوية والإلكترونيات والأدوات الكهربائية وقطع الغيار العائدة لها، وعلى عمليات استيراد المركبات البرية المستعملة وغير المستعملة وقطع الغيار العائدة لها. وستترافق مع فرض رسوم ثابتة بقيمة 1500 ليرة للهاتف الثابت والإنترنت و2500 ليرة على كل فاتورة شهرية للهاتف الخلوي. وفي مقابل ذلك تعاطف مشروع الموازنة مع من احتل الأملاك البحرية، فتضمن في نصه تخفيض الغرامات على احتلال الأملاك العامة البحرية من 5 أضعاف إلى الضعفين مع إمكان التقسيط. شيء مش معقول. ومن لبنان إلى أمريكا، حيث حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما من عدم قدرة الولايات المتحدة على تغطية عجز الموازنة في العقد المقبل، ويبدو أن الجمهوريين يسيرون على الطريقة اللبنانية في فرض موازنة تصيب الشرائح الأكثر فقراً في البلاد، وهم اقترحوا اقتطاعات مالية تطول برامج التغطية الصحية للفئات الأشد فقراً، مع وضع سقف للضمان الصحي للمسنين وفرض ضرائب على الطبقة الوسطى، مع رفض أي ضرائب إضافية على الطبقة الثرية. لأنه بحث في مستوعب نفايات عما يسد به جوعه، حررت في حقه مخالفة. جيمس كايلي، الرجل الأربعيني الذي يعيش فقراً مدقعاً، لم يجد ما يقتات به، فاستنجد بمستوعب نفايات قرب دار بلدية هيوستن الأمريكية، فضبطه الشرطي بتهمة العبث بمحتويات المستوعب. وقالت الشرطة إنه يحظر في وسط المدينة إزالة محتويات مستوعب نفايات. هذه هي العدالة في بلد يغزو العالم بذريعة العدل وحماية حقوق الإنسان. عززت مبيعات التجزئة الأمريكية توقعات انتعاش أكبر اقتصاد في العالم وقللت من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن. وفي لبنان سجلت الأسعار التالية: عيار 22 47 دولار و22 سنت، عيار 21 45 دولار و9 سنت، عيار 18 38 دولار و71 سنت. بلغت أونصة الذهب 1587 دولار و85 سنت، كيلو الذهب 51,049 دولار و38 سنت. تجدد القلق بشأن نمو الطلب في الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكي النفط في العالم، فانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت سنت واحد ووصل إلى 108 دولارات و51 سنت للبرميل. هبط الخام الأمريكي 21 سنت ووصل إلى 92 دولار و31 سنت للبرميل. هذا كل شيء ملتقانا غدا في اقتصاد السوق من لبنان إلى العالم.